كنا هنصل على الدعاء الشفاء. دعاء الشفاء. حاضر، عينينا حالا، معلش نقول لها دعاء الشفاء. طيب دعونا نتفق على ان الشافي هو الله سبحانه وتعالى، بس برضه لازم نروح للاطباء علشان ما نهملش هذا الامر. نقول اللهم اشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نقول لا باس طهور ان شاء الله، نضع ايدينا على موضع الالم او على موضع الوجع ونقول يا ربي اشفي وخفف هذا المرض باذنك يا رب العالمين. طيب.